الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من آيات الذكر الحكيم في سورة النساء، ثم نقف على ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله من الآثار والأحاديث في تفسير تلك الآيات أو بيان أسباب نزولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. هذه الآيات الكريمات بيّن الله تعالى فيها عظيم إحسانه وكبير فضله على عباده بمراعاة أحوالهم والترخيص لهم في مقام العسر والمشقة، وهكذا هي شريعة أحكم الحاكمين بناؤها على اليسر ورفع الحرج. قال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه: إن نحن، وقال جل وعلا: إنا يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتيسير القرآن تيسير لفظه وحفظه وفهمه والعمل به، فكل هذه الآيات دالة على يسر الشريعة وأنها تراعي الأحوال في دفع الحرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقد
شمل يسر الشريعة جميع ما جاء فيها من العقائد والأحكام، من الأصول والفروع، من مباني الإسلام وتفاصيله. فهذا الذكر الحكيم في هذه الآيات التي استمعنا إليها، ذكر الله جل وعلا ما يسره لعباده في شأن الصلاة، وهي عمود الدين وأصله الذي لا يقوم إلا به، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل أو الشرك، بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومع عظيم مقامها ورفيع منزلتها وكبير قدرها، إلا أن الله جل وعلا جعل فيها من اليسر والرخصة ما يندفع به عن الناس الحرج. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية جمهور أهل التفسير على أن القصر الذي يسره الله تعالى لأهل الإسلام فيها هو قصر عدد الصلاة الرباعية من 4 إلى 2 ركعتين رخصة منه جل وعلا في الأسفار والضرب في الأرض. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أي سرتم سفرا فليس عليكم جناح، أي لا مؤاخذة ولا إثم، أن تقصروا من الصلاة، أي أن تقصروا عدد ما فرض عليكم من الصلاة الرباعية إلى 2. وهذا القصر قصر عدد، وهو ثابت بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في أن المسافر إذا خرج وضرب في الأرض فإنه يقصر الصلاة، وجمهور العلماء على أن هذا القصر سنة، فلو أتم صحت صلاته. قال جل وعلا: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا قيد في الرخصة، إذ إن الله جل وعلا جعل هذه الرخصة في حال الخوف من الذين كفروا من فتنتهم وأذاهم. إلا أن هذه الرخصة صدقة تصدق الله تعالى بها على عباده حتى بعدما أمنوا. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنا، والله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فجعل ذلك شرطا لإباحة القصر. قال عمر رضي الله تعالى عنه: سألت عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استشكل عمر ما استشكله يعلى بن أمية، إذ إن الآية شرطت لإباحة القصر خوف فتنة الكافرين، فقال: زال الخوف وحصل الأمن، فلماذا نقصر؟ والله تعالى قد قيد إباحة القصر بالخوف من فتنة أهل الكفر. فقال عمر هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هي صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم، فاقبلوا صدقته. ومعنى هذا أن القيد في الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ليس شرطاً لإباحة القصر في الصلاة، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، أن القصر في الصلاة رخصة في السفر مطلقاً، سواء كان معه خوف أو كان في حال الأمن. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الآية هي في صلاة الخوف وليست في صلاة السفر، والقصر المذكور فيها هو قصر الكيفية وليس قصر العدد، فإن القصر في صلاة الخوف هو في كيفيتها وصفتها لا في عددها
في قول جماهير علماء الأمة، وهذا القول أيده جماعة من المحققين وقالوا إن القصر في هذه الآية هو قصر كيفية الصلاة حال الخوف، وأنه رخصة من الله عز وجل. ثم جاء بيان ذلك في الآية التالية، وإلى هذا ذهب الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وقرره تقريرا جيدا، إلا أن الذي عليه عامة جماهير أهل التفسير أن هذه الآية تفيد إباحة القصر في السفر. وعلى كل حال، إذا قلنا إن الآية تدل على القصر في السفر، فإن الله تعالى ذكر نوعين من القصر في الصلاة. الأول قصر العدد وهو في حال السفر، وهو في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. والثاني قصر الكيفية والصفة دون العدد، وهو ما ذكره جل وعلا في قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذه الآية الكريمة الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله تعالى فيها لرسوله: وإذا كنت فيهم، يعني في أهل الإسلام والإيمان، فأقمت لهم الصلاة، أي فصليت بهم. والصلاة هنا هي الصلاة التي يجتمع لها، وهي الصلوات المفروضات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلتقم طائفة منهم معك، أي فلتقم طائفة من أهل الإيمان الذين معك، وليأخذوا أسلحتهم، أي وليكونوا في صلاتهم على حذر من عدوهم. هذه الآية أصل في صلاة الخوف، وقد ذكر الله تعالى فيها الصفة تفصيلاً في بيان كيف يصلي أهل الإسلام حال الخوف. يقول الله تعالى: فلتكن طائفة منهم معك، أي جماعة من أهل الإسلام معك في صلاتك، وليأخذوا أسلحتهم، أي وليكونوا على تهيؤ واستعداد في مواجهة عدوهم إذا طرأ طارئ أو داهمهم عدو. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فإذا سجدوا أي فإذا قضوا صلاتهم، ذكر السجود هنا وأراد الصلاة، ويعبر عن بعض أركان الصلاة بالصلاة لبيان الشريف مقام تلك الأركان، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فذكر الركوع والسجود. وكذلك في قوله: واركعوا مع الراكعين، هذا كله ذكر لبعض أجزاء الصلاة للتنبيه عليها، وما كان كذلك فإنما يكون في أركانها. فقوله تعالى: فإذا سجدوا، أي فإذا فرغوا من صلاتهم، فليكونوا من ورائكم، أي فليكونوا خلفكم يحمون ظهوركم من أعدائكم، فليكونوا من ورائكم. وكيف يتمون صلاتهم؟ يتمون صلاتهم يصلون مع الإمام ركعة واحدة، ثم يقومون يصلون لأنفسهم الركعة الثانية، وبذلك تتم صلاتهم في حال كون خروجهم للجهاد وقتالهم لأعداء الله في سفر. أما إذا كانوا في إقامة فيصلون مع الإمام ركعتين، ثم يقومون يأتون بركعتين مستقلين على الإمام، والإمام يقف ينتظر، إما يدعو أو يقرأ ما يسر الله تعالى له حتى يفرغ هؤلاء من صلاتهم فينصرفون. وليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، لم يصلوا أي بصلاتك التي ابتدأتها فليصلوا معك. ثم قال تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، زاد هنا على الأول أخذ الحذر،
في الأول قال وليأخذوا أسلحتهم، وذلك أنه في أول الصلاة يكون عندهم من التأهب والتهيؤ والفطنة والحذر ما هو متوقع أن يكون حاضراً في أول العمل، فإذا انهمكوا في العمل فقد يكون انهماكهم في عملهم ملهياً لهم عن رصد عدوهم المتربص بهم. ولذلك نبه الله تعالى إلى أن اشتغالهم بهذه العبادة الجليلة ينبغي ألا يشغلهم عن أخذ الحذر من عدوهم. قال تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا أي أعداؤكم المقاتلون لكم الراغبون في النيل منكم لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، أي لو تذهب نفوسكم وأذهانكم بنوع من الغفلة عن سلاحكم وعن أمتعتكم فيجري منهم التمكن والاستيلاء على أهل الإسلام، قال فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم، بعد أن ذكر الله تعالى صفة الصلاة على هذا النحو المفصل وهي إحدى صفات صلاة الخوف، قال تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. لا جناح عليكم يعني لا إثم ولا وزر ولا مؤاخذة، إن كان بكم أذى من مطر، أذى أي ما يحصل به التأذي سواء من المطر النازل من السماء أو كنتم مرضى أي فيكم من الوهن والمرض والعلة وعدم الصحة ما تحتاجون معه إلى التخفف من أسلحتكم. لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ثم بعد ذلك عاد إلى التنبيه إلى ضرورة أخذ الحذر حتى في هذه الحال، قال وخذوا حذركم أي من أعدائكم الذين يتربصون بكم، إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً، إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً، عذاباً على أيدي أهل الإيمان بقتالهم وهذا عاجل العقوبة، وأما ما كان في الآخرة فهو أخزى وأكبر وأبقى، وهو ما أعده للكافرين من العذاب الأليم والمقام المؤلم عند العودة إلى الله تعالى والقيام بين يديه. قال جل وعلا إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً أي يحصل لهم به تمام الإهانة. بعد ذلك قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة التي وصفها الله تعالى في الآية السابقة فاذكروا الله قياماً أي اشتغلوا بذكره جل وعلا قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم أي في كل أحوالكم، فاذكروا الله وأنتم قائمون وأنتم قاعدون وأنتم مضطجعون على جنوبكم. والسبب في تأكيد الأمر بالذكر في هذه الحال أن ذكر الله لا يستغني عنه الإنسان في حال من الأحوال. قال بعض أهل العلم إن الله أمر بذكره في هذا المقام لأن صلاة الخوف فيها من الانشغال وعدم الإتمام ما يحتاج معه الإنسان إلى تعويض وتلاف للتقصير السابق بنوع من حضور القلب الذي يحتاج إليه الإنسان في صلاته فيكون مكملاً له فيما بعد صلاته من الذكر قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر بالذكر بعد الصلاة لا يقتصر على هذه الحال، بل إن الإنسان محتاج إلى الذكر بعد الصلاة لضرورته إلى الذكر، فالذكر حياة القلوب. ولهذا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيش فاسعوا إلى ذكر الله. السعي هو السير الحثيث الهميم إلى الشيء الذي يخشى فواته، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ف
ثم ماذا يقول؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وإيش؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمر بالذكر مع أنهم خارجون من ذكر، لأن الإنسان لا يستغني عن ذكر ربه، حياة قلبه بذكر ربه، فمتى غفل عن ذكر ربه مات قلبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فمن قال من أهل التفسير إن الأمر بالذكر هنا لأجل تعويض ما كان في صلاة الخوف من انشغال قد يكون هذا صحيحاً، لكن الذكر مأمور به حتى مع كمال الاشتغال بذكر الله في العبادة، فهذه صلاة الجمعة أمر الله تعالى فيها بذكره. وكذلك في الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالله تعالى ندب إلى ذكره في كل في ختم العبادات وبعدها. وكذلك في الصوم يقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فذكر الله يكون في العبادة ويكون بعدها، لأنه لا حياة للإنسان إلا بذكر الله عز وجل، لا حياة لقلبه ولا سعادة لفؤاده ولا انشراح لصدره إلا بذكر الله جل وعلا، الذي بذكره تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.